الحيطة والحذر ضروريين في مثل هذه الأماكن. التدخل نتج عنه توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه منذ مدة ومتهم بعدة جرائم استعمل فيها السلاح. بالنسبة لهذول جوج ديال الأشخاص، واحد مبحوث عليه من أجل السرقة بالنشل، والآخر السرقة بالعنف والضرب والجرح والسلاح الأبيض. الأول عنده 6 ديال المساطير، والثاني هذا عنده 2 ديال المساطير. مبحوث عليه ما غنناخذو معه الإجراءات اللازمة. بعد القبض على المتهمين سيتم التحقيق في التهم المنسوبة إليهما وفي الشكايات المسجلة ضدهما قبل أن يحال على القضاء، خاصة وأن أحدهما مسجلة ضده 7 شكايات على الأقل بالضرب والجرح والسرقة بالعنف في أماكن متفرقة من المدينة القديمة. وجهتنا منطقة عكراش، الساعة 4:30 مساء. الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط في مهمة حيوية لأجل القبض على أحد مروجي المخدرات بالمنطقة المذكورة. رافقنا عناصر الشرطة التي انطلقت من مقر المنطقة 8 بحي التقدم متجهين إلى دوار صفيحي يطلق عليه اسم شنبرات أو البيتات، دوار عشوائي مطل على نهر أبي رقرق ويقع